بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نشكرك نور نادور بريس، مرحبا بكم غانا خيت جيمي جوج قصي ديال المستوى صاحب الخارج نشي الكيسني تعج ديال المنطقه يا. لان ما مامش سمكني ومزقومي بالله عمري شي بالله عطاس نحوايج كي بالله نشي نقنض ديال الازمه ونشي نتمنى زي السلطات ان نهار سبعه ان شاء الله هذا عزمن ونتمنى هذا عزمن نيشان وجبوا داسن داني تعاود قيمنا خاصنا بالعنقر خذوا هذا المشكل اللي زيد تقول صحاب الخارج خصنا داسنا ضعك حنا لان ما عطاس كان شعري ديال فاميليا غادي نبدو كار تخوف لان ما خويا ايمان ما خمسه ايمان غاس نلحق هذا الكذن لان ما لقينا سنعاود ثاني قال شويه غير كين ثلاثه مش سقان التلقيح ويس ثلاثه ديني وذان عاد كينيش ديني وذان كين ويس اثنين يعني قشوا هذه زيت الكذن شتي نتمنى يا سن قارس مرحبا بكم واكيد سنين تترقوا زمغرو ما خاكي صغار قبلنا ماشي كاين براس الخارج النظار يروح يعني الطلبه باش نسالن شويه الطلبه باش نسالن قارس مرات اخرى مرحبا بكم غضواضن ومثتموان ومشي نتمنى يا سن كل نهار التسواجب ونترجع عاد نهار سبعه انا غدونا فما نداش انا زقوامي بدني هنا ولا نمشي نبقى نبدا كيس نتا ديال المنطقه يا خصوص غاونتاكسيات ديال شان تغيير لا ديني جن تغيير ذا مقران ايش تغيير ذا مقران خميتي لي اصحاب الخارج قال خذ ديني جن تغيير ذا مقران هذا ومتين ونقارس مرحبا بكم اداس الله مانسن مرحبا بهم ماش تشوفي من الخبايا ماش الصباح الصباح هو ضروري في غسل خارج بدا ما التغيير اللي تيري جامي تيري اصحاب الخارج ذا دمي ولا تيري رحمه الله اصحاب الخارج على الرواج كلشي نخدم ديحونا خدمه شي ناخذ هذا نخدم اخ ما ندير الحاجه ما نقدر توي ترجع ضياعك حنا يعني تري على الرواج في شكل بنادم كذا يتحرك يخدم كذا اخ ما تيري اصحاب الخارج ولا قتوي وين اسنج مغوري الجاليه زي المنبر وين تي اسنج مغوري قزادي سندك انت اسنج مغوري اصحاب الخارج اصحاب الخارج نتمنى ان شاء الله تاعكم حماس قوسي مرحبا بكم قبل الزيو مدام غين غيت والله العظيم الزيو اكلني الطاوج من بعد الطاوج من المغرب المغرب يتقع على الرواج ما توقع كنا تغيما المغرب يجي خصك كنا تقنا على الرواج المغرب هو ايوا نتمنى ان شاء الله كنا نصاب على خير مرحبا بكم ان شاء الله امين شحال ديك شويه رياضه ديك شويه رياضه ان شاء الله امين هي متحرك شويه تقول لا نهار هو جمعه مو امين في الجاليه ما مش تقبل من الخبر الخبر مفرح ان شاء الله يعجبان غير حار ان شاء الله ما راه درقن في اقرب وقت عاد احسن عاد من ما عرفت الملاح من ما سنقصنا على زيرو وقت كثر ما عليكم فيه من غير زيدي وش هذا عزمن عاد احسن عاد من الاحسن ان المعان سبعه هذا عزمن ان شاء الله من دسنا في الجاليه دسنا حفظ ايوا ان شاء الله نقارس مرحبا بكم ديت ماثن سن دسنا زان فاميليا سن زان رحباب زان العائله سن بورك ولادني هنا قاين جن الغربه مساكين الله يحسن عاون بالعين خاص نتي ورا وفي ما باش غكن باش زعنا العائله تنسم ماشي ماشي نتوحش مكني ولا ماشي نتوحش شي نتوحش راني في نضاحه واه مني بطبيعه الحال ولا نمشي بطبيعه الحال بنادم هذه وحش الاهل هذه وحش يمتجوك الرحباب الجيران يتسيت صله الرحيم من قارص مرحبا بكم غاث مرطن والف مرحبا بارك الله شكرا راك الخبايا اخوني صحاب الخارج قاعد واه انا ما نستقبل من الخبايا اي في شكون يعجبهم الحال واه ما يميلوا ما يعجب الحال ما أيوة. تقول انت صحاب الخارج موتي الاورو توالي الحركه عندي توالي ما نمشي اي ناس نشوفوا من صحاب الخارج ايوا روح حتى مخان غا ستي روج القضيه يا اوي الاورو واه انت الاورو قد شتو الخارج كي سنه جرح شن مريع عزمنا انا غير صحاب الخارج ذو النذر خاكوش هذا اخي عاش بالحاره الطاس مين ماشي خا الرواج هو شي كوشي السنه دي تاعك ديك كوشي تاعك السن يعني خدمتهم ترتبط السن و مري عاصم اللي صحاب الخارج السن ترتبط الشيء نخدمها كي السن كوشي غادي السن رخا في ظل انه بالله على حتى اللي غريت كاع شويه ماشي التليفون تاع كاع شويه تاع تاع دوبل تاع دوبل متري بالله تولع المطار توريلي بالله والروبوت تري تما يتقعد دوبل الله يعطيك الصحه وما ينعس مين تعز الزوز ياك نخ راه عشات ما مش استقبلهم الخبا باللي قاعد في الجاليه نستقبلي تا وما ينعز بكل فرح نتمنى ان شاء الله هذا سنه كي سنفاح هذا نصفاحان اي انت نتمنى ان شاء الله بالنسبه للرواج واش توريد شان الفرق ميتيري الجاليه المواتيره امين داش غيني غثا وما ينعز بالنسبه للرواج ديال المغرب بقى سواء انتو غزاني تا الجاليه صحاب الخارج نغتو غدا بوجا قال الرواج يطغي ما ديال الجان يعني منايا تبدا داخل اساسيات الموضوع الرواج قد خصص المغرب بلا يعني بلا الجاليه اوروبا يعني ديري الرواج النهر الجاليه مرحبا اصلا قارص مرحبا بك ايوا اذا وتيخ مع عشان ماشي خصنا عاشين خشان حاجه مرحبا واش ضاعوا الاهل غف مهندس واه حماد خزان لا فامي نسان الخزان العائلات نسان نتحياك النيوم مار رايت مثلا غي عزان شي مار هذا ومثلا مرحبا بكم
المغرب قال المغرب نوم ولكن نيو مرحبا بك نيو ذي اي ساعه تخسم ونتمنى ان شاء الله السعاده بما نحسن.